السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ومكملين مع بعض حلقه سته كتاب الامتحان الصف الاول اعدادي الترم الاول منهج جديد 2025 زي ما احنا متفقين. اللي عنده اي سؤال يجري على طول يسال في اللينك اللي في الديسكربشن. واحنا دلوقتي في الوحده الثانيه الدرس الثالث، يعني لعند دلوقتي انت ما عملتش لايك، ما عملتش سبسكرايب، ما سالتش في حاجه انت مش فاهمها، ده تقصير من عندك يا معلم. انا ماليش اي دعوه بيك، هتجيلي في الاخر عايز حاجات متراكمه على بعضها. مش عايز اقول لك ان انا مش هعبرك اساسا. ماشي يا معلم؟ ماشي يا مستر. عشان خاطر انا كل الاسئله اللي انا هستلمها تحت الفيديو اللي انت سمعته فيه. يعني انت سمعت فيديو عايز السؤال فيه بتسال تحته، تمام؟ ما تروحش بقى تسال في الفيديو 15 حاجه في الفيديو الاول، مش هرد عليك. اكيد ان انت كده بتراكم وعايز ايه الاجابه وخلاص، وانا مش بتاع كده يا معلم. سؤال رقم واحد، علل لما ياتي. رقم واحد، احنا في صفحة 193 عشان خاطر اللي مش عارف احنا في صفحة كام. القوى الجاذبية والكهربية والمغناطيسية مجال، بينما قوى الاحتكاك ليس لها مجال. عشان الجاذبية والكهربية والمغناطيسية دول بيأثروا على الأجسام من على بعد، إنما الاحتكاك لازم تكون في تلامس ما بينهم. رقم 2، تعتبر قوى التصادم قوى تلامس، بينما قوى الجاذبية والأرضية قوى مجال. عشان خاطر التصادم ده لازم يكون مأثر على الجسم نفسه، لما يلمسه يأثر عليه. انما الجاذبيه من غير ما يحصل اي تلامس باستخدام المجال، هي بتاثر بالمجال من غير ما تلمس اي حاجه خالص. رقم 3، سقوط الامطار وكل الاجسام باتجاه الارض عشان في جاذبيه ارضيه. رقم 4، حدوث ظاهره المد والجذب في مياه البحار والمحيطات. ليه؟ عشان في قوه جاذبيه بين القمر والارض. رقم 5، تختلف حاله البحار عندما يكون القمر في مرحله الهلال عن حالتها في مرحلتي المحاق والبدر. ليه؟ عشان المد والجزر في البدر والمحاق بيكون ايه؟ اعلى مراحله او اعلى نشاطا من الهلال. اوكي؟ اوكي يا مستر. رقم 6، تكون الثقوب السوداء في الفضاء عشان في نجم ضخم انكمش في نهاية حياته. رقم 7، الحركة المدارية للقمر حول الارض عشان فيه قوة جاذبية ما بينهم. رقم 8، يختلف مفهوم الكتلة عن مفهوم الوزن عشان الكتلة مقدار ما يحتوي الجسم من مادة، إنما الوزن قوة جذب الأرض للجسم. رقم 9، كتلة الجسم الواحد لا تتغير من مكان لآخر، بينما وزن الجسم يتغير من مكان لآخر. عشان الكتلة مقدار ما يحتوي الجسم من مادة، فمقدار ما يحتوي الجسم من مادة ما بيتغيرش، إنما الوزن بيفرق معايا شدة المجال الموجود معانا فيه أو شدة الجاذبية اللي معانا في المكان اللي احنا واقفين فيه. رقم 10، وزن الجسم عند سطح القمر اقل من وزنه عند سطح الارض عشان شدة المجال بتاع الجاذبية بتاعت القمر بيساوي ايه؟ سدس مجال الارض. نفس الحاجة بالنسبة للي فوقها، بالنسبة للي فوقها، بالنسبة للي فوقها، كل الكلام ده بنتكلم على شدة مجال الجاذبية. رقم 11، يقل وزن الجسم كلما ابتعدنا عن سطح الارض عشان شدة المجال بتقل لما بنبعد عن سطح الارض. رقم 12، يعني عدم وزن الجسم في الفضاء الخارجي عشان ما فيش جاذبيه خالص. رقم 13، يتغير وزن الجسم الواحد من كوكب لاخر عشان شده المجال بتتغير من كوكب للتاني. رقم 14، مقدار وزن الجسم عند سطح الارض اكبر من كتلته دائما عشان الوزن ده بيساوي ايه؟ بيساوي الكتله مضروبه فين؟ في شده مجال الجاذبيه. فاكيد حاجه مضروبه في حاجه اكيد هتبقى اكبر من الحاجه الاصليه. اوكي يا مستر. سؤال رقم 10، ما المقصود بكل من؟ رقم 1، قوى التلامس هي قوه بتاثر على الاجسام نتيجه تلامسهم مع بعض. طب رقم 2، قوى المجال قوه بتاثر على الجسم اللي موجود في حيز التاثير اللي معايا بدون ما يحصل تلامس. رقم 3، قوى الجاذبيه الارضيه قوى التي تجذب الاجسام نحو مركز الارض. رقم 4، مجال الجاذبيه الارضيه الحيز اللي بتاثر فيه قوى الجاذبيه. رقم 5، خطوط مجال الجاذبيه هي الخطوط الوهميه اللي بتمثل تاثير في الحيز اللي بتاع القوى الجاذبيه. رقم 6، المد والجزر الظاهره بتنشا نتيجه تجاذب ما بين القمر والارض. رقم 7، الثقوب السوداء منطقه اتكونت نتيجه انكماش نجم كبير او نجم ضخم في نهايه حياته. رقم 8، الحركه المداريه دوران جسم حوالين التاني بسبب وجود قوى تجاذب ما بينهم. رقم 9، كتلة الجسم مقدار ما يحتوي الجسم من مادة. رقم 10، وزن الجسم مقدار جذب الأرض للجسم. سؤال رقم 11،
ما النتائج المترتبة على رقم واحد ترك كرة صغيرة من يدك من أعلى ارتفاع معين على طول تسقط للأرض أو تتجه ناحية مركز الأرض بسبب الجاذبية؟ رقم اتنين، وجود جسم مادي داخل مجال الجاذبية الأرضية على طول هيتأثر بالقوة بتاعة الجاذبية برضو عشان هو لسه في المجال. رقم تلاتة، زيادة المسافة بين مركزي جسمين ماديين على طول هتقل قوى الجاذبية اللي بينهم. رقم أربعة، وجود قوى الجاذبية الأرضية على طول بتساعد على استقرار الأجسام وإن المطر يسقط علينا، وكل ده ناحية الأرض. رقم خمسة، وجود قوة تجاذب بين القمر والأرض على طول بينشئ أو بينشأ المد والجزر. رقم ستة، وصول القمر إلى طور البدر أو المحاق بالنسبة لذرة المد والجزر بيكون أقصى نشاط، يكون أقصى نشاطا. أوكي. رقم سبعة، انكماش نجم ضخم في نهاية حياته على طول بيتكون الثقب الأسود. رقم تمانية، وجود جسم في الفضاء الخارجي بالنسبة لكتلته ووزن الجسم. بالنسبة للكتلة بتفضل ثابتة، إنما الوزن مفيش جاذبية على طول بيبقى بصفر. رقم تسعة، انطلاق جسم خارج مجال الجاذبية الأرضية بالنسبة لكتلته هو وزنه. انطلاق جسم خارج المجال، هو كان ليه وزن وكتلة هو على الأرض، لما خرج بره مجال الجاذبية الأرضية على طول بقى كتلته هي ثابتة، إنما الوزن بيساوي صفر. رقم 10، اختلاف شدة المجال الجاذبية الأرضية من مكان لآخر عند سطح الأرض بالنسبة للكتلة والوزن. الكتلة زي ما احنا متفقين بتفضل ثابتة، إنما الوزن هو اللي بيتغير. رقم 11، انتقال رائد فضاء من سطح الأرض لسطح القمر بالنسبة للكتلة ووزن رائد الفضاء. الكتلة بتفضل ثابتة. طيب هو طلع على القمر يبقى وزنه اضرب في سدس وزنه بتاع الأرض يا معلم. رقم 12، ابتعد عن سطح الأرض بالنسبة للكتلة والوزن. كل ما ببتعد الكتلة ثابتة، إنما الوزن بيبدأ يقل. سؤال رقم 12، قارن بين كل من رقم واحد قوة التلامس وقوة المجال. قوة التلامس بتنشأ لما الجسمين يلمسوا بعض، إنما قوة المجال بتنشأ لما يكون جسم في مجال معين، أوكي؟ أو تأثير المجال هو اللي بيضغط عليه، إنما التلامس لازم يكون الجسمين متلامسين. رقم 2، قوة الجاذبية وقوة الاحتكاك من حيث وجود المجال. قوة الجاذبية مفيش مجال لأنها تلامس. قوة الجاذبية ليها مجال، إنما قوة الاحتكاك ملهاش مجال عشان بالتلامس. رقم 3، قوة الجاذبية وقوة التصادم من حيث نوعها. الجاذبية قوة مجال، إنما التصادم قوة تلامس. رقم 4، ظاهرة المد والجزر وظاهرة الثقوب السوداء من حيث سبب حدوث كل منهما. المد والجزر بيحصل عشان القمر بيلف حوالين الأرض فبيحصل تجاذب ما بينهم فبينتج مد وجزر. طيب الثقوب السوداء بتظهر لما يحصل انكماش لنجم ضخم في نهاية حياته. رقم 5، القوة الكهربية والقوة المغناطيسية والقوة الجاذبية. بالنسبة للقوة الكهربية بتنشأ ما بين تأثير شحنتين، طب المغناطيسية ما بين مغناطيسين، طب الجاذبية بتحصل ما بين كتل، تمام، بيتأثر كتلة على كتلة. طيب الكهربية قوة تجاذب وتنافر، طب المغناطيس قوة تجاذب وتنافر، الجاذبية قوة تجاذب فقط. اوكي. سؤال رقم 6، واللي تعرفه يعني اكتبه، يعني ما مش تبخل علينا يا جدع. كتلة الجسم ووزن الجسم. الكتلة مقدار ما يحتوي الجسم من مادة، انما وزن الجسم حاصل ضرب الكتلة في شدة المجال او مقدار جذب الارض للجسم على حسب ما انت عايز تقول. قول. رقم 7، كتلة الجسم ووزنه عند سطح الارض وفي الفضاء الخارجي. الكتلة ثابتة في الاتنين، عند سطح الارض وفي الفضاء الخارجي. طيب وزن الجسم في الفضاء الخارجي بصفر عشان ما فيش جاذبية، طيب عند سطح الارض هتضرب الكتلة، تضرب الكتلة فين؟ في شدة المجال اللي معاك. اوكي اوكي يا مستر. رقم 13، متى يحدث كل مما يأتي؟ رقم واحد، تزداد قوة التجاذب بين جسمين لما الكتلة تزيد او المسافة تقل ما بينهم. رقم اتنين، يصبح المد والجذر في اعلى نشاطه على طول لما يكون القمر بدر او محاق. رقم ثلاثة، يقل وزن الجسم عن سطح الارض لما الجسم يبعد عن مركز الارض فشدة المجال هتقل فبالتالي يقل وزنه. رقم 4، ينعدم وزن الجسم لما الجسم يروح الفضاء، عقبال ما تبقى رائد فضاء قد الدنيا كده يا رب. رقم 14، مسائل متنوعة. رقم واحد، احسب وزن الجسم كتلته 50 جرام عند سطح الارض علما بان شدة المجال 10 نيوتن على كيلو جرام. احنا متفقين ان الوزن بيساوي الكتلة في شدة المجال. طيب شدة المجال بالنيوتن على كيلو جرام، انما الكتلة بالجرام. انا هعمل ايه؟
احول الجرام لكيلو جرام، يبقى 50 على 1000. الناتج اللي هيطلع لي اضربه في الرقم ده هيطلع لي ناتج يا معلم. اوكي يا مستر. رقم 2، احسب قوة جذب الارض لجسم كتلته 20 كيلو جرام، علما بان شدة المجال 10 نيوتن كيلو جرام. دي بالكيلو جرام، اوكي. ده بالنيوتن على الكيلو جرام، اوكي. اضربهم في بعض هيطلع لي الوزن اللي معايا. سؤال رقم 3، جسم كتلته 60 كيلو جرام عند سطح القمر، احسب وزنه عند واحد سطح الارض. احنا متفقين ان الكتلة ثابتة، شدة مجال الارضية 10، فاضرب الكتلة في شدة المجال هيديني الوزن عند سطح الارض. طب سطح القمر، هات الرقم ده يا معلم اضربه في سدس، عشان الوزن على سطح القمر بيديني سدس اللي على سطح الارض. رقم 4، اذا علمت ان شدة المجال الجاذبية الارضية في مكان ما هي 10 نيوتن كيلو جرام، احسب كتلة جسم وزنه 490 نيوتن عند سطح الارض. هو عاوز الكتلة. طيب الكتلة بتديني ايه؟ المفروض الوزن بيديني الكتلة في شدة المجال. طيب دلوقتي هو عاوز الكتلة، يبقى اقسم الوزن على شدة المجال، هيديني 490 نيوتن على 10 نيوتن كيلو جرام، هيديني في الاخر 49 كيلو جرام عشان الكتلة. رقم 5، مسائل سهلة، اللي عايز اي شرح فيها يطلب وانا عنيا لي، بس الدنيا سهلة مش محتاجة قلق ودوشة. يعني بيقول لي احسب كتلة الجسم عند سطح القمر اذا علمت ان مقدار قوة جذب الارض له يساوي 980 نيوتن وشدة المجال الجاذبية الارضية 10. عايز الكتلة، كده كده الكتلة ثابتة ما بتتغيرش، يعني هنجيب الكتلة اللي على الارض يبقى هي الكتلة اللي على القمر، يبقى 980 نيوتن على 10 نيوتن كيلو جرام، يديني في الاخر 98 كيلو جرام. اوكي يا مستر. رقم 6، اذا كان وزن جسم عند سطح القمر 20 نيوتن وكان شدة المجال الجاذبية عند سطح كوكب المريخ تساوي 3.7 نيوتن على الكيلو جرام، احسب وزن الجسم عند سطح كوكب المريخ، علما بان شدة مجال الجاذبية الارضية 10 نيوتن كيلو جرام. دي فيها فكرة وانا هعملها لك. هعملها لك ازاي يا معلم؟ بص يا سيدي، واحدة واحدة نمشي مع بعض. هنا بقول لي عند سطح القمر وزنه بيساوي 20، اوكي. طب انا عايز اجيب الكتلة. ماشي يا عم، هات الكتلة. هجيبها ازاي؟ هو بيقول لي علما بان شدة مجال الجاذبية الارضية بتساوي كام؟ 10 كيلو، 10 نيوتن على الكيلو جرام، اوكي. هكتبها لك هنا كل حاجة مظبوطة عشان انت تعرف تحل المسائل ازاي. بص يا سيدي، انا عايز اول حاجه بالنسبه لسطح القمر، سطح القمر هيبقى عامل ازاي؟ انا هكتب هنا الحاجات بالنسبه لسطح، بالنسبه للقمر، وهشد خط كده. القمر ايه معطياته؟ الوزن، اوكي، بتساوي 20 نيوتن. طيب دي معطيات القمر، فانزل كده اهو تحته، كل ما يديني معطى او مجهول اعمل ايه؟ اعمل خط وامشي عليه، اعمل خط واكمل كتابه تحت. طيب دلوقتي المريخ، عندي شدة المجال عند المريخ، شدة تساوي كام بتاعت المريخ؟ نكتب هنا الاول المريخ. طيب الشدة بتساوي كام؟ طبعا الخط معفن عشان انا بكتب بالعكس، بس ماشي. الشدة عشان انت الكلام يظهر لك حلو، فانا لازم ايه الوح لك جسمي كله عشان اعرف اكتب لك. فالشدة بتساوي كام؟ 3.7. طيب نيوتن على كيلو جرام، عادي خالص. طيب شد خط كمان. ماشي يا سيدي، اهون كده اهون. ماشي، هنا مديني الارض بتساوي الشدة هنا. طيب بتساوي كام؟ 10 نيوتن كيلو جرام، اوكي. هو عايز يحسب وزن الجسم عند سطح كوكب المريخ، انا معايا ايه؟ شدة. يبقى انا عايز اجيب الكتلة. اجيب الكتلة منين؟ انا معايا القمر الوزن عليها. طب انا عايز اجيب ايه تاني دلوقتي من القمر؟ اقدر اجيب ايه؟ اقدر اجيب الوزن الجسم عند الارض، اوكي. طيب اجيبها ازاي؟ 20 في 6، لان كتلة القمر بتساوي سدس الارض. 6 في 20 بكام؟ 20 في 5 بمية، وكمان 20 يديني 120، اوكي. انا عايز دلوقتي الكتلة اجيبها منين؟ انا كده بقى معايا الوزن
بتاع الارض وشده المجال بتاعتي اعمل ايه؟ اقول لك 120 على 10 هيديني الكتله اللي هي 12 كيلو جرام. اوكي، هو عاوز الوزن عند المريخ، هروح جايب عامل ايه؟ الكتله في شده المجال 3.7 يطلع لي ناتج، يبقى هو ده الوزن عند المريخ. فيها اي مشاكل؟ ما فيهاش اي مشاكل، للي ما فهمش يطلب وانا هعملها له على السبوره. وده كان اخر مساله، او دي كانت اخر مساله في الفيديو ده. الى اللقاء في الفيديو القادم باذن الله تعالى، واللي ما فهمش يكتب، واللي فاهم يعمل لايك عشان خاطر ده كان مجهود حلو يعني انا بعمله معاك، فاظبط الدنيا يا اسطى.